الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية في البرلمان إن الدولة في العراق بعد سنة 2003 لا تمتلك أي سياسة اقتصادية ومالية لمواجهة التضخم، وأن الاقتصاد الوطني هش وضعيف لاعتماده الأساسي على إيرادات النفط فقط. وأكدت اللجنة أن الحكومات المتعاقبة لا تستطيع عمل شيء في ظل غياب السياسات النقدية والمالية، مبينة أن دور البنك المركزي بات يقتصر على نافذة بيع العملة وقضايا أخرى لا تحقق التوازن بين الجانبين النقدي والمالي. واستبعدت اللجنة أن يقوم محمد شياع السوداني بإحداث أي تغيير أو تقدم على المستوى الاقتصادي لما هو موجود من تدخلات سياسية أو فرض الإيرادات وتدخلات الأحزاب في عمل الحكومة وإعداد وتشريع الموازنة. قال اتحاد الجمعيات الفلاحية إن أكثر من 50% من العاملين في قطاع الزراعة يعيشون تحت مستوى خط الفقر. وأضاف الاتحاد أن من بين أسباب زيادة نسبة الفقر هو انعدام الدعم الحكومي للفلاحين، فضلا عن الخطط السيئة التي قدمتها الحكومة وتقليل المساحات المزروعة، ما حرم كثيرا من المزارعين من استثمار أراضيهم وجعلها معرضة للتصحر والجفاف. هذا ويعيش الفلاحون في العراق أوضاعا معيشية سيئة دفعت 40% منهم لترك مهنة الزراعة. أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية أن لدى وزارة التجارة خطة لزيادة عدد السلات الغذائية خلال العام المقبل. هذا وقال نائب رئيس اللجنة محمد نور العبد ربه إن هناك خطة لدى وزارة التجارة لزيادة عدد السلات الغذائية إلى 10 وقد تصل إلى 12 سلة سنويا بواقع سلة واحدة شهريا وفق تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مبينا أن لدى وزارة التجارة خزينا جيدا فيما يخص بطاقة التموين، إلا أنها تحتاج إلى استيراد بعض المواد كالحنطة لزيادة هذا الخزين. في المقابل كشفت تقارير محلية أن مفردات البطاقة التموينية غير كافية ولا تحتوي على جميع المواد المسجلة، كما أنها تخضع لتلاعب المسؤولين وتسرق محتوياتها. أعلن المجلس الدولي للمطارات ارتفاع عدد الركاب على متن الرحلات الجوية العالمية خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 69% على أساس سنوي. هذا وقال المجلس إن عدد المسافرين المسجل على مستوى الرحلات الجوية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3 مليارات مسافر. وأرجع الارتفاع إلى تطور الحجوزات خصوصا في صيف عام 2022 عقب فتح الحدود وتخفيف القيود الصحية بعد عامين صعبين على صناعة الطيران المدني بسبب تفشي جائحة كورونا. هذا ويعد قطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال عام 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024 وفقا لتقديرات سابقة للاتحاد الدولي للنقل الجوي. تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم بعد أن أظهرت بيانات الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات الخام، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت لشهر كانون الأول لتصل إلى 92 دولارا و80 سنتا للبرميل، وهبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم كانون الأول لتصل إلى 84 دولارا و84 سنتا للبرميل. يأتي ذلك في ظل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4,500,000 برميل في الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق العالمية. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.